بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة بريتني داخل مجمع سكني. طبعا الآن أنا في الدور الرابع. كل عمارة فيها مصعد، كل دور فيها شقتين. أعرض لكم الآن شقة في الدور الرابع، 3 غرف صالة، مساحتها 176 متر مربع. وأول ما ندخل هذا المدخل، هي عبارة عن 3 غرف صالة فيها 3 دورات مياه. هذا الحمام الأول، أكرمكم الله، فيلا فرنشي. هذه البوابة الرئيسية للشقة، عندنا الانترفون، هنا مكان مخصص للدالو. طبعا هذه الغرفة الأولى فيها بلكونة، بلكونة مشتركة بين المطبخ الغرفة الأولى وبين الصالون. نطلع نشوف البلكونة. ميزة الشقة واصل لها الغاز الطبيعي، هذه الإطلالة من البلكونة، ما شاء الله بلكونة كبيرة وشرحة. طبعا داخل مجمع سكني متكامل في منطقة بريتلي، قريبة من الخدمات، قريبة من المطار. المنطقة هذه راح يكون فيها وادي، وادي اصطناعي. طبعا هذه إطلالتها، لها إطلالة جزئية على البحر، إطلالة جميلة على الطبيعة. طبعا مجمع مخدوم، فيها المسبح، جلسات عائلية، ألعاب أطفال، مواقف سيارات، جميع الخدمات متوفرة فيها. نشوف معاكم المطبخ. هنا المطبخ، عندنا هنا الصالة، ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة. عندنا هنا الغرفة الثانية، لها بلكونة، طالت لها خلفية على داخل الجمع. هذه البلكونة، عندنا هنا الحمام الرئيسي، البان الرئيسي تكرامة، فيها التدفئة، كلوزيت. هنا ورا الباب عندنا المروش. هذه غرفة النوم الرئيسية، مساحة طيبة ما شاء الله. مثلا لها دريسينج روم، عندنا هنا غرفة تغيير الملابس، وفيها دورة مياه كاملة. عندنا المغسلة، التدفئة، هذا المروش، وهنا كلوزيت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا و